البادره اللي درنا هنا وجميع الاقاليم ديال المغرب وديال المملكه وجميع الجهات. باديره مراكش كانت في حد ذاتها كجميع الاقاليم كانت باديره طيبه تتعبر على التضامن، كي قلت في الاستجواب الاخر تضامن شعبا وملكا وجميع المؤسسات بما فيها كيفما كان الاسلاك ديالها. كما تشوفوا اليوم دارت واحد الدوره تحسيسيه كبيره مع عند رجال الامان والسلطات المحليه على مدينه مراكش. تشوفوا الحمد لله مدينه مراكش نجحات في 100%، لان تشوفوا ما بقى الناس وعات في مدينه مراكش، حتى شي واحد ما بقاش يخرج. تقريبا كاينه الناس اللي بتقضي غرضها واحد 5%. الحمد لله هادشي تيفرح، وانا طلب من جميع المغاربه وخصوصا المراكشيين كما تيقولوا مراكش حضاره، وتبقى مراكش حضاره. يبينوا على الثقافه ديالهم ويبينوا كاولاد مراكش كاولاد المغرب عزيزه عليهم هاد البلاد، لان تتشوفوا راه لا صاب الله يحفظ مرض الانسان، راه الله يحفظ راه ما راه لا اله الا الله محمد رسول الله. صراحه الله انا يعني بدوري كمغربي وكنغير على البلاد من درجه اولى، انه كنشوف اليوم هاد يعني دور السلطه المحليه وتنسيق كذلك مع رجال الامن، هاد الشيء راه مزيان للبلاد وتفرح البلاد، انه كنطالبوا من جميع الساكنه تاع مراكش انهم يبقوا في ديورهم لمحافظه على اولادهم وعلى باباتهم وعلى امهاتهم لاجل الصالح العام لمحاربه الفيروس الا هو كورونا. وجميع المواطن المغربي ان يلتحقوا بالمنازل ديالهم، لان هذا الشيء راه فيه صحه لهم وعافيه ووقايه لهم ولابنائهم، لان حتى واحد ما يبغي يمرض اي بهذا الفيروس اللي هو فتاك قاتل. انسان باش يتفادى هذا يلتزم المنزل ديالو ويقسم مع وليداتو، لان راه غادي الى حمل ذاك الفيروس راه غادي يعدي ولده بنته امه اخته العائله لهذا الانسان يلتزمه ويقص داخل البيت ديالو.